البريء ممكن حضرتك تكلمنا عن النزيف في الأنف؟ الحقيقة النزيف في الأنف هو نزيف بينقسم لأجزاء كتيرة، الأهم منه هو النزيف الغير معروف السبب، وده بيمثل حوالي 90% من حالات النزيف. دي بيتم من الجزء الأمامي للأنف، بيبقى سببه ضعف في الشعيرات الدموية في منطقة التقاء الشعيرات الدموية في الجزء الأمامي للأنف. والحقيقة ده بيتم التحكم فيه بطرق عادية، زي الضغط على الأنف، زي وضع كمدات تلج على المنطقة بتاعت الأنف نفسها، أو وضع بعض النقط للأنف زي الأوتريفين زي الأوكزيمات على حتة قطنة بنحطها في الأنف وبنضغط عليها، غالبا في معظم الحالات بتتحسن. طب لو ما تحسنش بنعمل بعد كده حاجة اسمها كي، والكي ده بيبقى يا اما بماده كيماويه زي السيلفر نايتريت، او بماده، او بيتعمل بواسطه الجهاز ده ثيرمي او الكي الحراري. النسبه الثانيه اللي هي 10% بتبقى نزيف من الشعيرات او الشرايين الخلفيه للانف، ودي الحقيقه بيبقى النزيف فيها شديد جدا سواء كبار او صغيرين، ودي بنضطر نعمل حشو امامي للانف وحشو خلفي للانف. ولو ما نفعش بنضطر نعمل ربط للشريان الرئيسي المغذي للانف، وهو بيتسمى السفينوبلاتاين ارتري، في بعض الحالات طبعا اللي هي غير متحكم فيها بواسطه الوسائل التقليديه زي الحشو الامامي والحشو الخلفي. شكرا لحضرتك يا دكتور مليح.